ما عدت 48 ساعة لانتشار فيديو بيفضح السلطات الإيرانية وطريقة تعاملها مع ضحايا كورونا حتى أعلن عن اعتقال مصوره. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نتحدث عنه. اسفند 98 این امواتیه که میبینید از صبح انجام شده کارشون، ولی متاسفانه حجم اموات خیلی زیاد هست و هرچه انجام میشه ولی تموم نمیشه. اینا همه کرونا ویروس هستن که باید شسته بشن. اینا همه الفيديو اللي شفناه تم التقاطه في مغسلة تقع إلى جانب مقبرة في مدينة قم جنوب العاصمة طهران، وصوروا أحد سكان المدينة، وزي ما شفنا ظهر المواطنين اللي توفوا بكورونا ملفوفين بالأسود وجثثهم متكدسة على الأرض والطاولات في إحدى المغاسل بعد تأخر دفنها لأكثر من 6 أيام، وذلك لعدم توفر أماكن وظروف مناسبة للدفن. وفور انتشار وتداول المقطع اعتقلت السلطات الإيرانية مصوره وأحالته للسلطات القضائية لاحقاً.